ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ لا بأس به للضرورة. أولا تحرص على أنك ما تمر إذا وجدت طريق، إذا وجدت طريق احرص على أنك تجنب المصلي، فإذا لم تجد فلا حرج في المرور لأجل الضرورة. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الذين يصلون الفريضة في الحرم خلف الإمام، سترة الإمام تكفي سترة لمن خلفه. نعم.